إخواني وأخواتي المواطنين المواطنات الأحرار الحرائر، كنحييكم من مدينة طنجة. إخواني وأخواتي، غادي نهضر لكم على هاد السيدة اللي كتشوفوا دابا في الصورة. هاد السيدة تركية الأصل و عايشة في سويسرا وجنسيتها سويسرية. كانت سمعت واحد الكلام من عند واحد الروسية اللي قالت بأن هي ما تجوش يعني بالرجل المغربي. بهاد نعاودها، ديك الروسية بحال اللي عيبت على هاد السيدة هادي على الزواج ديالها من المغربي، وقالت لها أنا بعدا ما نتزوجش برجل مغربي. سمعوا كيفاش ردت عليها هاد السيدة الوديعة، هاد السيدة اللي كتبان عليها بريئة، هاد السيدة اللي كنحييوها احنا المغاربة لأن حبت لنا بلادنا وحبت ولد بلادنا وحبت العادات ديال بلادنا وحبت الطبخ المغربي. الطبخ المغربي ضربت التمارة وتعذبات باش تعلموا. إذن هذه حبتنا كاملين بوطننا وبملكنا وبشعبنا وابننا الذي هو زوجها وعاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا. إذن مرحبا بها وكنحييوها بزاف. سمعوا أخوتي شنو غادي تقول هاد السيدة. باش تجوج بالمغربي، أنا أصلي ديالي تركيا ولكن أنا نسيت في سويسرا وكبرت في سويسرا. واخا أصلي ديالي تركيا، أنا ما عشت في تركيا، ما عشت بزاف، كنمشيو بالطونس صافي. مشيت المغرب وعشت في المغرب عامين أونس. اللي بغا نوصل مع هاد الفيديو أختي، أنا أصل ديالي سويسرية، أنا ماشي مغربية، وتزوجت ولد بلادكم، تزوج واحد مغربي من الدروكات وهاي شابي، ورجل رجلي ديالهم ماشي بوسخين، ها هو الجو ماشي خانتي، يعني الحمد لله تبارك الله. تيعرف شحال من لورا عايشة في سويسرا، ألمات شحال من لورا تبارك الله. المهم راجل عندك كلمة معايا، انا ما طحت بيا المغربي، ما قلتش انا تركيا وما كنجوش مغربي، لا بالعكس، هو تطلق لي الحمد لله. فريمون تقولي لي مغاربه رجال، فريمون عندي واحد راجل راجل ومكي زعما عندك كلمه معايا، فريمون عندي واحد راجل راجل ومكي زعما عندك كلمه معايا، فريمون الحمد لله عايشين بخير الحمد لله. وانا راجل تيعجب الطيب ديالي، قلت لي روسين ما غاديش يطيبوا لك الفيستا ولا كسكس ولا لحم برقو، شنو عليك؟ شي واحد بغات ألم شي حاجة غادي ألم، فأنا ألمت كسكسو الفيستا لحم برقو. هوا كاين السمن ديال المغرب كيما كتشوفو، ديال هادي ديال عيشة ديال الكونفيتير، وهي مدخلت السمن كطيبها بالكسكسو، ولا كندير هذا. سمعتوا إخواني، هي بدات يعني تعلمت الطبخ المغربي ولو أنها كتنطق الأسماء ديالهم بصعوبة وكتنسى الأسماء ديالهم. المهم هو على أنها بدلت جهد كبير واجتهاد كبير باش تتماشى مع الزوج ديالها اللي هو مغربي، وباش تتماشى مع العادات ديالو، وباش ترضيه، وباش يعني يكونوا مزيانين بيناتهم. كندير لحم برقوق ولا مال طاجين، يعني الحمد لله علمت شويه وعلمت هضره الدارجه المغربي. ها هو كاين التفريه ديال الكسكس كيما كتشوفي. المهم الحمد لله راجلي فرحانه بالطيب ديالي، راه اي واحد عنده رزق بيد الله ماشي رزق بيد بنادم. الحمد لله راجلي فرحانه بالطيب ديالي، راه اي واحد عنده رزق، الحمد لله راجلي فرحانه بالطيب ديالي، راه اي واحد عنده رزق بيد الله ماشي رزق بيد بنادم، رزق بيد الله. ما كتعرفيش اش كنت تجوجي واحد روسية، كنت تجوجي واحد أنا تبارك الله كنعرف مغاربة اللي متجوجو بروسيات والحمد لله عايشين بخير على خير، راه أي واحد يجرب الرزق ديالو.
حيتش بغيت نوصلك اختي وما تقلقش مني، ولكن فريمون انا فرحانه بزاف. ما ما راجلي مغربي، راجل ماشي خارجي، ماشي مسخين حوج، ماشي مسخين الحمد لله. كاين بلا مقارين ولا ماشي قارين، وداروا شي حاجه في حياتهم راه ما كتعرفيش اش كاين تحت حياتك. المهم هادشي بغيت نوصلكم، انا مش مغربيه، انا تركيه، وكنقول لكم شكرا بزاف.